بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكرينيال كافيتي، وتحديدا ان شاء الله نبدا مع بعض منطقه جديده الا وهي الميدل كرينيال فوسا. بمناسبه في سبوت انا قلته مهم الفيديو اللي فات، اللي هو الاوبتيك كانال، عشان لو انت ما كملتش الفيديو اللي فات لا كمله، اللي هو الايه الاوبتيك كانال، يمكن نقوله برضو تاني واحنا بنشرح يعني الميدل كرينيال فوسا. طيب، لما كنا بنشرح الانتيريور كرينيال فوسا في الفيديوهات السابقة، قلنا ان هي يمكن بتمتد من هنا، من عند الجزء الفيرتيكال بارت اوف ذا فرونتال بون، ولغاية الجزء اللي هو بنسميه الليسر وينج اوف ذا سيفينويد بون. يبقى من هنا كل ده الانتيريور كرينيال فوسا. طيب، بالنسبة للاكستنشن اوف ذا ميدل كرينيال فوسا، فهي تمتد anteriorly من قدام، من عند the lesser wing of the sphenoid bone، ومن تانينا ماشيين ورا كده لغاية لما نوصل للجزء ده اللي هو بنسميه the petrous part of the temporal bone. الجزء ده بنسميه the petrous part of the temporal bone، ماشي؟ وهنا البداية من هنا the lesser wing of the sphenoid bone. لو احنا هنرسم كده مثلا، ادي the lesser wing اهو، ادي the lesser wing، بص نرسمه كده مرة واحدة خلاص كده. يبقى ده كده كل الايه الليسر وينج اوف ذا سيفينويد، ده كده يعتبر هو الانتيريور اكستنشن بالنسبه للميدل كرينيال فوسا، والبوستيريور اكستنشن بالنسبه للانتيريور كرينيال فوسا. طيب، من ورا بوستيريورلي، لا اجيب بقى من عند الجزء ده اللي هو الايه، ايوه اللي هو الجزء ده اللي هو البيتراس بارت اوف ذا تيمبورال، ايه تيمبورال بون. خلاص كده، يبقى ده كده الجزء ده كده كل ده كده هو الايه الميدل كرينيال فوسا، ماشي. ممكن احنا نشوفه طبعا على الرسمه اللي احنا جبناها في البدايه خالص بتاعه الكرينيال كافيتي، اللي هي اللي الرسمه دي اهو، ده اللي نفس اللي احنا راسمينه، اللي هو الميدل كرينيال فوسا، اللي هو ملون باللون الاخضر من عند الليسر وينج اوف ذا سيفينوي ورا لغايه البيتراس بارت اوف ذا تيمبورال بون. في الحقيقه لما نيجي نبص للعظام المكونه للميدل كرينيال فوسا، لما نيجي نبص كده على الرسمه ديت، طبعا يا شباب الفرق في الالوان ايه؟ في الرسمه ديت هو هنا مش حاطط الوان خالص، فهو مش موضح حدود العظمه، ماشي، ولا موضح الايه الانتيريور والميدو والبوستيرو كرينيال فوسا. هنا هو مش موضح الحدود بتاعه العظمات، لكن موضح حدود الانتيريور كرينيال فوسا والميدل كرينيال فوسا والبوستيرو كرينيال فوسا، عشان تبقى فاهم بس فكره الالوان يعني. هنا بقى لا، هنا هو موضح العظمات، ماشي، مش موضح يعني، هو هنا مش موضح الفوسي، مش موضح الانتيرو والميدل والبوستيرو كرينيال فوسا، انما موضح الايه العظمات. خلاص كده، فلما نيجي نبص كده هنجد مثلا الايه، اقرب كمان شويه، هبدا ان انا مثلا ارسم الايه تقريبا يعني دي حدود الايه الكرينيال فوسي، ماشي. خلاص كده، هو انا مش موضحها بالالوان، انا بقى وضحتها بالايه بالاسهم، يعني هنا ادي الانتيريور وادي الميدل وادي البوستيرو. خلاص كده، طيب المنطقة الانتيريور كان بيخش فيها ايه؟ تقول لي والله كان بيخش فيها العظمة الصفراء اللي هي الفرانتال بون، وكان بيخش فيها الازمويد بون، وكان بيخش فيها السيفينويد بون، ماشي، خاصة الجزء اللي هو بتاع الليسر وينج اوف ذا سيفينويد. طيب لما دخلنا في منطقة الميدل كرينيال فوسا، الميدل كرينيال فوسا لقينا ان هي بيخش فيها العظمة اللي هي الزرقاء او اللبني اللي هي السيفينويد بون، والعظمة الخضراء اللي هي التمبورال بون. التمبورال بون يمكن يعني برضو حته من الايه البارايتال تعتبر معانا، بس مش يعني مش هنخش قوي. اهم حاجه عندي الايه السيفينويد بون والايه الـ يعني الايه التمبورال بون. خلاص كده، الايه التمبورال بون. طيب برضو هنا من غير ما اضطر ان انا ارسم، الميدل كرينيال فوسا تمتد هنا من الليسر وينج اوف ذا سيفينويد لغايه الايه البيتراس بارت اوف ذا تمبورال بون. بالمناسبه العظمه اللي لونها احمر دي يا شباب اسمها التمبورال بون، الحته اللي بارزه دي اسمها البترس بارت اوف ذا تيمبورال بون، ودي الحته اللي بيبقى فيها الاذن، المكونات بتاعه الاذن. خلاص كده يا شباب، ودي ممكن نسميها البترس بارت اوف ذا تيمبورال بون، او ممكن نسميها البترس بون. خلاص كده، ودي تعتبر نهايه الميدل كرينيال فوسا، ماشي. طبعا لما نيجي نبص كده في المنطقه دي اللي هي منطقه الميدل كرينيال فوسا، ممكن تظهر عندنا مجموعه من الفورامينا اللي احنا يمكن اخذناها قبل كده، واللي تعتبر خلاص يعني تعتبر بنراجعها، ما تعتبرش مش هنقول فيها حاجه جديده، زي مثلا الفورامينا الروتاندا، ماشي، زي مثلا الفورامين ده جديد، فورامين الروتاندا ده جديد، انا اسف، في عندنا فورامين قديمه زي مثلا الفورامين اوفال، الايه الفورامين سباينوزم، ماشي، في عندنا هنا فورامين يعتبر مستقل ما بين ثلاث عظمات، موجود بين ثلاث عظمات، اللاس